حديث المدينة للباشمهندس عثمان ميرغني، والتي جاءت اليوم معنونة: وهل هناك ثورة شيوخ؟ يبتدر ميرغني زاويته بالقول: الإمام محمد أحمد المهدي الذي حقق معجزة بكل المقاييس، قاد الشعب السوداني بكل ثقافاته وألوانه حتى دحر بهم أكبر إمبراطورية شهد التاريخ. وعندما بدأ الثورة كان عمره أقل من 40 عاما، وعندما حقق النصر الكبير بفتح الخرطوم كان عمره 44 عاما. ويطرق الكاتب على ذات النقطة فيقول: الذين خرجوا في مظاهرة أكتوبر عام 1964 وأسقطوا نظام الجنرال عبود كانوا من الشباب آنذاك، والذين جاءوا من بعضهم في انتفاضة أبريل 1985 وأسقطوا نظام جعفر نميري كانوا أيضا آنذاك شبابا. ويستمر الكاتب فيقول: قادة الثورة المهدية العظام من عثمان دقنة إلى آخر القائمة كانوا كلهم من الشباب، ثم الأبطال علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماض والآباء المؤسسون الزعيم إسماعيل الأزهري والمحجوب وبقية الجيل، كلهم كانوا في قمة ألقهم شبابا. والذين خرجوا في مظاهرات أكتوبر عام 1964 وأسقطوا نظام الجنرال عبود كانوا من الشباب. والسيد الصادق المهدي تولى منصب رئيس الوزراء وعمره 30 عاما فقط. ويزيد الكاتب: حتى قادت انقلاب 25 من مايو 1969، ما عدا نميري الذي كان برتبة عقيد، البقية كانوا برتبة رائد، نالوها حديثا فقد كانوا قبل أسبوع واحد من الانقلاب برتبة نقيب. والذين جاءوا من بعضهم في انتفاضة أبريل 1985 وأسقطوا نظام جعفر نميري كانوا أيضا آنذاك شبابا. والمهندس عمر الدقير أحد صناع انتفاضة أبريل وشارك في مفاوضات اختيار الحكومة بعدها، كان طالبا في جامعة الخرطوم لم يتخرج بعد. وبالعودة إلى الواقع يقول الكاتب: الذين خرجوا في الشوارع لمدة 4 أشهر في ثورة ديسمبر واسقطوا نظام البخلوع البشير هم أيضا من الشباب. وبعبارة أو بأخرى فإن كل الثورات السودانية وقودها الشباب تقريبا. بعدها ينفذ الكاتب إلى نقطته الرئيسة فيقول: كل هذا السرد لأخلص لسؤال واحد حتمي لصناعة مستقبل السودان اليوم: هل العبرة بأعمار صناع الثورات أم بالتغيير الذي يجب أن تصنعه الثورات؟ وفي نهاية زاويته يخلص ميرغني إلى التساؤلات الحارقة فيقول: ما معنى أن يصنع الثورة الشباب فيصل لنفس النتيجة التي وصلها شباب 1953، 1964، 1985؟ هل العبرة بالثورة أم بالتغيير الذي تنجزه الثورة؟